وللمزيد حول هذا الموضوع المتعلق بالإحاطة التي قدمها ستيفان دي ميستورا إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، والتي أطلع فيها المجلس على آخر مسجدات الوضع المتعلق بنزاع الصحراء، ينضم إلينا مباشرة من مكناس المحامي والخبير في القانون الدولي وملف الصحراء صبري لحو. أستاذ صبري، صباح الخير. صباح الخير وصباح لكل مشاهدي القناة. برأيكم، ولو أن الجلسة كانت مغلقة، ما هي أبرز المحاور التي ارتكزت عليها الإحاطة التي قدمها دي ميستورا لأعضاء مجلس الأمن بشأن الصحراء؟ صحيح، بالرغم من كون الجلسة مغلقة، فإن ما سبقها يدل على فحوى ومضمون وجوهر هذه الإحاطة وهذه الجلسة المغلقة. يجب العودة أولا إلى إطار هذه الإحاطة والمحدد بمقتضى المادة 10 من القرار 2703 والنقطة الأخيرة التي يطلب فيها مجلس الأمن خلال هذه العهدة أن يقدم إحاطة أو إحاطات، وحددت الإحاطة في 6 أشهر، إذن العتبة محددة من دي قبل، والموضوع محدد أيضا من خلال اطلاع مجلس الأمن على سير العملية السياسية التي يرعاها الأمين العام للأمم المتحدة والتقدم المحرز فيها، وعن تنفيذ مقتضيات القرار 2703 بالإضافة إلى تقييم عمل هيئة المينورسو والخطوات التي قد يرى مجلس الأمين العام للأمم المتحدة أو المبعوثه الشخصي أنها تحديات وإكراهات تعيق عمله. إذن الموضوع محدد والعتبة محددة، وما رفق هذه الإحاطة هو الذي استدعى الأمر، لأنها تبقى عادية، تبقى روتينية، تبقى في طور التنبؤ المحدد من دي قبل، ولكن ما رفق من أعمال هو الذي جعلها استثنائية وجذب إليها الانتباه بالنظر إلى الانحراف الذي ساد عمليات المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة من خلال محاولته الاتصال بأطراف غير محددة وغير ذات مصلحة ولا صفة في النزاع. طيب أستاذ صبري، يعني من المؤكد أن هذه الإحاطة تضمنت أيضا الحدود 3 أو اللاءات التي رسمها المغرب للمبعوث الأممي إلى الصحراء، والتي نذكر أنها تتمثل في لا عملية سياسية خارج إطار الموائد المستديرة التي حددتها الأمم المتحدة، بمشاركة كاملة من الجزائر، ولا حل خارج إطار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، ولا عملية سياسية جدية في وقت ينتهك فيه وقف إطلاق النار يوميا من قبل ميليشيات البوليساريو. تعقيبكم على هذه الإحاطة؟ بالرغم من ما قد يبدو على أنها شروط مغربية، فإنها ليست كذلك، بالنظر إلى أن العمل في الميدان يؤثر على العملية السياسية، وبالنظر إلى كون مجلس الأمن نفسه بدأ بالبحث عن حل سياسي واقعي عملي، وبالتالي فإن المقومات التي يملكها المغرب على الميدان هي التي تؤهله من أجل أن يضع شروطا، بالنظر أيضا إلى أن المغرب لا يطالب بشيء أكثر من تنفيذ قرار مجلس الأمن الذي جعل المفاوضات جماعية وحدد أطراف هذه العملية بدءا بالجزائر وموريتانيا والمغرب والبوليساريو، وبالتالي فعندما يقف المغرب عند ضرورة تنفيذ مقتضيات القرار فإنه ليس شرطا أيضا. الاختبار الثاني أيضا هو عندما يضرع المغرب، عندما يطالب أن المغرب أنه لا عملية سياسية بدون الاعتناء بالبوليساريو التي تقول أنها تخرق وقف إطلاق النار، ووقفت مجلس الأمن على ذلك وسجلت المينورسو كل ذلك. أي عملية سياسية ستتم أو ستنجح في ظل الخرق اليومي للبوليساريو لوقف إطلاق النار وإعلانها وتبليغها لمجلس الأمن؟ إذن المغرب لا يطالب بشيء أكثر من توفير الظروف والمناخ لاستئناف العملية السياسية. أيضا اعتبار أن المغرب أن الصحراء يجب أن تبقى
في النهاية وسقف محدد هو بقائها تحت سيادة المغرب، لا يعتبر شرطا بالنظر إلى أن مجلس الأمن منذ 2007 وهي يشهد بالمصداقية والجدية على مقترح المغرب الحكم الذاتي، بل إن مجلس الأمن منذ 2018 انتقل إلى تحديد نعوت تتشابه، بل إنها تنطبق بشكل مباشر ومطلق على مبادرة المغرب بالحكم الذاتي، وبالتالي فإنها ليست شروط بل إنها تذكير لمراعاة الأمر الواقع على الميدان الذي يجعل من مركز المغرب هو المركز المتفوق والقوي، وبالنظر إلى ما ركمه المغرب على مستوى تنفيذي أيضا يمكن أن نقول أن المغرب سار طويلا أو كثيرا في تنفيذ مقترحه بالحكم الذاتي بالنظر إلى الإجهاد العالمي وتجسيد مجموعة من الدول ليس لآراء بل شكراً بأعمال وتصرفات على أرض الواقع. من مكناس المحامي والخبير في القانون الدولي وملف الصحراء الأستاذ صبري لحو، شكرا جزيلا لكم على كل هذه المعطيات والإضاءات.